بكم إلى موجز أخبار الآن. تمكنت فصائل الجيش السوري الحر من صد هجوم واسع النطاق شنه تنظيم داعش من 3 محاور على بلدة حيط بريف درعا الغربي فجر عيد الفطر، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة استطاعت خلالها فصائل الجيش السوري الحر من صد محاولة تسلل لأفراد داعش، وأسفرت عن مقتل أكثر من 15 مقاتل وإصابة آخرين في صفوف التنظيم. قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بعملية نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية جنوب غرب محافظة كركوك بحسب ما صرح به مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية. وأوضح المصدر أن القيادي المقتول هو المدعو رشيد مجيد السراي والملقب بالرماح، ويشغل منصب المسؤول الأمني لناحية العباسي غرب كركوك، مبيناً أن العملية نفذت تحت غطاء أمني عالي السرية وقتل في عمق المناطق التي يحتلها التنظيم. أعلنت منظمة الصحة العالمية منتصف ليل السبت في أحدث إحصائيات لها أن عدد الإصابات المشتبهة بمرض الكوليرا في 20 محافظة يمنية تجاوز 200,000 حالة. وكانت المنظمة أعلنت مساء الجمعة الماضية أن عدد الوفيات بلغ 1256، ما يعني وفاة 54 حالة إضافية خلال يوم واحد فقط. ألقت الشرطة المصرية القبض على 6 أشخاص في محافظة الإسكندرية بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي مزدوج يستهدف إحدى الكنائس وتجمعاً لعناصر الأمن والمواطنين في المحافظة بحسب ما قالته وزارة الداخلية المصرية في بيان لها. وأضاف البيان أنه تم ضبط عدد من متفجرات وأدوات لتنفيذ الهجوم. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إن قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج، وإن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية. وأضاف قرقاش أن الدول المقاطعة تطالب بضمانات لأي حل دبلوماسي محتمل مع قطر، مشيرا إلى أنه ليست هناك نية لأي نوع من التصعيد العسكري، وأن المحاولات الدبلوماسية ما زالت جارية لحل الأزمة مع قطر. الموجز. إلى اللقاء.